جاء فيه انه قدم المحترف الجزائري جمال الدين بن عمري اعتذاره لاداره النادي برئاسه الاستاذ خالد البلطان ولزملائه اللاعبين ولكافه الجماهير الشبابيه، وذلك عما بدر منه خلال الفتره الماضيه. واكد بن العمري انه احد ابناء هذا النادي وان للنادي افضال كبيره عليه وعلى مسيرته الرياضيه، وانه يكن لادارته ولجميع منسوبيه وجماهيره كل المحبه والتقدير، وأنه لن ينسى أفضاله عليه مهما كان. وأشار المحترف الجزائري في صفوف فريق نادي الشباب السعودي إلى أن إدارة الشباب كان لها مواقف مشرفة معه، وأنها خلف بروزه في الفترة الماضية ولن يتنكر لأفضالها عليه، كما تعهد اللاعب ببذل أقصى ما يملك في سبيل خدمة هذا الكيان حتى يعود إلى سابق عهده بطلا في مقدمة الأندية السعودية. الحقيقة هذا البيان اللي صادر من إدارة الإعلام والاتصال في نادي الشباب، وهذا أغلق شوية يعني سلطان، أغلق باب طويل من الهمهمات داخل نادي الشباب، ودخلت ناس في النص كمان تحاول توسع الفجوة ما بين نادي الشباب والكابتن جمال، وفي ناس يمكن ضد رئيس نادي الشباب الاستاذ خالد البلطان بدأوا يحرضون، ويعني فكان في حفله. صحيح هذا البيان قطع الطريق. اول شيء بيان مميز ذكر فيه، انا احيي فيه اللاعب انه ذكر انه فضل نادي الشباب عليه في تطوري، وشفنا كيف لما انتقل جمال بن عمري كيف كان قبل الشباب وكيف اصبح بعد الشباب، وان كان علامه فارقه للدوري ويحسب من الاضافات المهمه لدورينا من مسيره 2016 من اول موسم الى الان، اصبح من اهم صراحه رموز الدفاع على مستوى العرب بشكل عام، وشفنا كيف تاثيره حتى على منتخب الجزائر في الكاس الاخيره مع المنتخب الجزائري. اعتقد وجود جمال بن عمري اضاف كثير للمنظومه الدفاعيه للشباب، في كل موسم يظل هو من المدافعين الابرز على مستوى الدوري. تدارك الازمه من اداره نادي الشباب مع الكابتن جمال بن عمري بهذا الشكل وبهذا التوافق، اعتقد انه عمل احترافي مميز يحسب للاداره، والفائده بشكل عام تحسب لنادي الشباب وكذلك لجمال بن عمري. طيب محمد الشيخ، كان لازم الامور توصل الى هذا المستوى. انا في الحلقه الماضيه ابو بدر قلت انه البلطان لن يقبل من جمال الا بالاعتذار. انت يا جمال لاعب مميز، انت لاعب حماسي وقتالي، لكن مش محترف، غبت وتغيبت ودخلت مع المدرب في مشاكل واصريت تلعب في مباراه وامتنعت تتسخن في مباراه، هذا كله لا يعبر عن احترافيه وما يمشي مع خالد البلطان. انا قلت خيارين، اما ان يعتذر جمال لخالد البلطان، والا يجون الى منطقه يقول له تبي تلعب ولا ما تبي تلعب، ما تبي تلعب انا الكسبان يا شباب، حمشيك وحاخذ مبالغ اكثر من اللي جبتك فيها، اليوم انت اسم وقيمه في منتخب الجزائر بطل افريقيا. قلت لازم يتدخل طرف ثالث حتى يحل الموضوع، يبدو لي سواء تدخل او ما تدخل انتهت القضيه باعتذار اللي كان مطلوب من جمال. اليوم انا اسمع انه ايضا جمال غير وكيل اعماله اللي كان ايضا سبب في الشوشره بين النادي ومع اللاعب، وبالتالي المهم انها انتهت القضيه في النهايه، جمال مكسب كلاعب ومكسب كقيمه ماليه، يعني الشباب في اي لحظه لو باع اللاعب حيكسب رقم كبير جدا. واعتذار اللاعب يعني لاعب بقيمه كابتن جمال ما تنزله، بالعكس هذه رفعت الان قيمه كابتن جمال امام الناس كلها، انه هذا اللاعب فعلا حريص على البيئه اللي يعمل فيها والمكان اللي يعمل فيها. عموما زي ما يقولون تزاعلنا وتصالحنا. خلينا نروح الفاصل قصير وبعد الفاصل. أبطال سلة الخليج في الرياض وسط اهتمام شعبي ورسمي. حياكم الله من جديد. على هاشتاق الدوري مع وليد محمد المحمود يقول أبو بدر، يقول محمد نور رمز في الاتحاد، حبيت أذكره بأنه لعب مع النصر، محبكم أنصار محمد الشيخ. طيب يا أستاذ محمد، ترى يعني نور طل على النصر بس هو رمز اتحادي، ولا تقارنه باللعيبة اللي تنقلوا، لا 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 لا، هو طل عليك، وجهه كان حلو عليك ورجع النادي. اعتذر يا أبو بدر، نقطة على السطر يعني. ها وش تقول؟ انت من كثر ما صدت عليك اعتذر اعتذر. المنتخب انا اسف، خلاص عشان بعد محمد الشيخ لا يحقد علي، تعرف يقول اوه قال لي ولا قال، ها انا اسف.